الكلام لسه اكيد مستمر، مش يعني خلاص مش مع نهايه البطوله هنقول خلاص كده، لا خلينا نتكلم شويه نفرح شويه. طبعا لسه بكاس مصر والنادي الاهلي والسعاده اللي كانت بصراحه يعني منتشره بين ملايين المصريين وملايين الاهلاويه وفي كل مكان في العالم، يعني ما فيش مكان في اي بقعه في الكره الارضيه ما فيهاش اهلاويه يعني او مصريين حتى. خلينا نرحب بالاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. ايه صباح الخير. صباح الفل. والله شكلك ما صحيتش لسه استاذ محمود، والله انا متفهمه جدا الايام دي عايزه الواحد يقعد بس كده. منور الدنيا يا استاذ محمود. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك بخير يا رب. الله عليكم. الله اكبر. الله اكبر. قبل ما ندخل بقى مع حضرتك في رؤيتك لماتش امبارح، تعال نتعرف على رؤيتك لليوم نفسه امبارح. تابعت اليوم ده ازاي؟ لا طبعا هو الحدث نفسه في حد ذاته انه يعني يتنقل بالصورة دي برة، وده في حد ذاته برضو ذكاء كبير جدا من هيئة الترفيه السعودية انها تختار اقدم الالقاب في الوطن العربي وفي افريقيا وتلعب في الرياض. لا شك انه حدث مهم بصراحة، تنظيم رائع، كل الاجواء كانت مناسبة انك تشوف. انا عجبني قوي اللقطة كمان بتاعت مورينيو ورونالدو وتوتي، في ناس كتير على فكرة اعترضت عليها بس انا عجبتني. بيقدم يعني لك حاجة نجم عالمي لابس تي شيرت يعني اكبر ناديين يعني في مصر. يعني هتفاجئ ان قاعد بتصور لعيبة شافت مورينيو في التلفزيون، هو بتشوفه غير في التلفزيون بتشوفه كل يوم، فجأة ليه واقف جنبه بيسلم يعني برضه في حد. ايه غير اللقطة دي كانت ابرز اللقطات اللي وقفت عليها؟ المشهد كلها والاجواء حتى من قبل كده يعني عاوزين نقول الدنيا هدت وكل تركيزنا في المستطيل الاخضر للرياضه. هو ده الهدف وده اللي طلعنا، يعني بغض النظر عن انه المباراه فنيا وده نتكلم فيه ونقول فيه، لكن نفسه المشهد وشفنا العرض والهواء مفتوح وشفنا الجمهور قاعد ازاي بره والاجواء والاسر والعائلات، هي يعني عاوز اقول لك ايه، هي الرياضه في مجملها. لكن المشهد اكثر من رائع، الكل فائز في هذا اليوم وكان شيء مهم جدا. واعتقد ما اعرفش هل هي دي بطوله وخلاص يعني اتنظمت ولا لسه، كنت بتابع امبارح يعني مثلا يعني في اتفاق مثلا استضافه الحدث ده سنويا برضو، يعني عاوزين نفسنا ايه نفهم هل ده ارتباط. كان في لقاء بين الاعلامي عمرو اديب وتركي الشيخ وكان بيساله، قال له هنشوف الموضوع ده لسه هيبقى فيها نقاش وهيبقى فيها كلام، ربما يحدث ربما لا، بس انا بالنسبه لي لو هو حصل مش لازم النسخه القادمه يعني، بس لو حصل تاني اعتقد وتم تكراره احنا ما خسرناش ابدا ان احنا نعمله خارج مصر يعني. انا شايفه بالعكس احنا كسبنا برضه. مش مساله ما خسرناش، هو انت نفسك والجوائز كانت لا حلوة. هو انت نفسك يبقى ده داخل مصر لان الجمهور بتاعنا يستحق. ما هو ده اللي خلى ناس كتير تتحفظ على الفكره على فكره يعني قبل ما تتلعب مباراه امبارح، ناس كتير قالت لك البطوله دي كمان تحديدا ليها خصوصيه شديده وبتحمل اسم كاس مصر. طبعا فبطبيعه الحال لازم تتلعب على ارض مصريه. وناس تانية كانت متفهمة فكرة الأغراض التسويقية اللي قد تكون هي السبب الرئيسي أو العامل الرئيسي وراء أن الماتش يتلعب هناك. في الحالتين الماتش اتلعب هناك وفي الحالتين اليوم كله كان الحقيقة جميل جدا، يليق به كرة القدم المصرية وباسم النادي الأهلي والزمالك ويليق كمان باسم المملكة. لا طبعا، ما انا بقول لك حتى الحوافز الماديه اللي قدمت رغم انه ممكن تكون افضل من كده لكن في حد ذاتها كانت شيء كويس في ظل الوضع، انك انت البطل كاس ما بيخش غير نصف تذاكر الفرقتين بتوزع وما فيش يعني العائد بالسوق. يعني انت نفسك يبقى ايه، يبقى عندك انك انت لما تيجي تفكر مثلا كده تدي حوافز برضو اكبر، ده في حد ذاته وجائزه افضل لاعب، كل الاجواء اللي انت شايفه جايزه للجمهور، الجمهور تفاعل مع الحدث، الجمهورين مع بعض وما شفناش حاجه غير نقطه سوداء كده في ال لا يعني شفنا كل حاجه كده الا في حد كده بيجي يديك كده نقطه سوداء كده وانت ماشي في الطريق كده بيحاول يعكر الصف. احنا كنا عارفين التفصيله دي كنا ندسينا في وسط جمهور النادي الاهلي. طبعا لا فهي طبعا وكنا هنولع الدنيا في المدرجات. طبعا لا لا يعني عاوز اقول لك حتى الجمهور نفسه حتى الشكل نفسه كان يعني بامانه شديده اكثر من رائع. انا الجمهورين طبعا الجمهورين اكثر من رائعين. عاوز اقول يا جماعه هو ده المفروض يبقى عندنا هنا يعني طبعًا. عاوزين ايه طبعًا. مساله العلاقات كمان اللي تحسنت بصوره كبيره جدا بين الناديين ومجلس اداره الناديين وكثير من الجمهور بدات الامور تعود الى نصابها الطبيعي. محتاج ان احنا نقف وقفه عند لقطه كده جت في الاخر كده، انا شايفها انها مزايده ومزايده رخيصه جدا، واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك يكون عنده قرار في هذه اللقطه لانه خلاص يا جماعه احنا